مرحبا بكم، سأتحدث عن الفيلم الكبير الذي كان عنوانا بارزا لهوليوود في الآونة الأخيرة، الفيلم بعنوان جوكر. أعتقد أن الجميع أو الأغلبية قد شاهدت هذا الفيلم، وهو من أداء الممثل الكبير كشخصية رئيسية خواكين فونيكس، الذي أتقن الدور وقام بإنجاز عمل سينمائي رائع سيخلد للتاريخ. لكن في مقابل ذلك، أعتقد، يعني هذا رأيي الشخصي، أن هذه الضجة الإعلامية الكبيرة زائدة شيئا ما عن اللزوم، لأن الفيلم لا يستحق كل هذا. الفيلم قام بتقويض الفكرة والصورة النمطية عن شخصية الجوكر كما رأيناه في أفلام باتمان، هذه الشخصية القوية الشريرة العنيفة التي تملك السلطة والقوة ولها من الحيل الشيء الكثير. بينما في فيلم الجوكر ظهر الممثل الرئيسي بشخصية ضعيفة، بشخصية يستهزئ بها الجميع، بشخصية مريضة نفسيا إلى حد كبير، شخصية يعني أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها شخصية ضعيفة. بدأ الفيلم بإظهار الممثل الرئيسي على أنه إنسان يحب التمثيل، يحب المسرح، يحب الكوميديا بشكل خاص، يشتغل مهرجا، يعمل كل ما في جهده لكي يقوم ويتقن عمله هذا التهريج، لكنه يتعرض في جميع مراحل الفيلم للاستهزاء والسخرية والضرب والتعنيف. ظهر الممثل على أنه شخصية مريضة، كان يقوم بزيارة لمعالجة نفسية، يستمر هذا المشهد في الظهور كثيرا حتى يتم التخلي عن هذه المراكز، مراكز الاستماع، وهذا في حد ذاته إشارة سياسية نوعا ما إلى المجتمع الأمريكي وما يعاني منه بعض الفئات، ما تعاني منه بعض الفئات. ظهر الممثل على أنه إنسان متذبذب يعيش مع والدته وحيدا، يعني ثم يكتشف بعد مدة أن والدته هي التي سببت له هذه العاهة النفسية بتعنيفه وضربه حين يقوم بزيارة أحد المراكز والبحث في الماضي ليستخرج ملفا متعلقا بذاته بشخصه. سيكتشف أن والدته قد عرضته للتعذيب، عرضته للتعنيف، مما سبب له هذه العاهة النفسية وهذا التذبذب النفسي. بعد ذلك سيقوم بقتل والدته، وهذه أولى التغييرات التي ستطرأ على هذه الشخصية، من الضعف وتلقي التعنيف وتلقي الضرب، الشتم، الرفض، إلى شخصية هي التي تقوم بالضرب والتعنيف كرد فعل. الممثل كان يعيش على حلم جميل، وهو الوقوف على خشبة المسرح وأداء دور أمام الجمهور وحضور في البرنامج الذي كان يتابعه رفقة والدته لأحد الإعلاميين المشهورين في أمريكا. سيصل بطريقة أو بأخرى لتحقيق هذا الحلم، سيقف على المسرح، سيجلس بجانب هذه الشخصية الإعلامية التي في الداخل يعني تستهزئ به وتحتقره، وسيقوم بإنهاء المشهد بقتله على الهواء مباشرة وينهي بذلك الفيلم. ستحدث أعمال الشغب وأعمال عنف كرد فعل من المجتمع لاعتقاله بعد هذه العملية، سيتم اعتقاله وأخذه إلى السجن. أثناء تنقله عبر سيارة الشرطة سيقع هناك مناوشات، ستنقلب السيارة التي تقل
البطل، وستحدث أشياء أخرى يمكن أن نربطها ببداية فيلم باتمان، حيث سيتم قتل والدي باتمان بسبب أحداث الشغب التي حدثت في الشارع أثناء نقل جوكر إلى السجن. إذن هذا التصوير لشخصية كنا نراها قوية، لها مكانتها في أفلام باتمان، لكي يتم تصويرها بهذا الشكل الضعيف وبهذه الخلفية ناقصة شيئا ما ربما. إذن هذه قراءتي الشخصية المتواضعة لفيلم الجوكر، أتمنى أن تنال إعجابكم.